نرجع نقول بسم الله الرحمن الرحيم، نبتدي معاكم حلقة جديدة مغايرة بمضمونها بطرحها بضيفها اللي راح يكون معانا اليوم بإذن الله على مقاعد الاستجواب الفلسفي الجميل. كل كاتب عنده فناء خاص يحيا ويعيش فيه، وكل كاتب يعبر عن فلسفة سواء تكون مجنونة من ناحية القلم أو يحتويها مجون وعشق لهذه الصفحات اللي هو يكتبها، عشان نعيش في هذا الفناء ونشوف ما هي حياة الكاتب وشنو هي الطقوس اللي مارسها الكاتب. راح يكون عندنا ضيف وصديق عزيز على قلبي، أخوي الكاتب الرائع محمد الثويني اللي عرف بوسائل التواصل الاجتماعي وتجمعنا هذه الخصلة المزاجية، مزاجي الثويني. لكن متى بعد هذا التقرير؟ نشوف التقرير المختص بالكاتب محمد الثويني ونرجع نتواصل معه. الكاتب الروائي الشاب محمد الثويني، واحد من فرسان كتاب الروايات الأدبية الشابة في الكويت. تفجرت موهبته منذ الصغر، له أسلوبه الخاص في كتابة أدب العاطفي والخيالي العلمي. دخل الساحة الأدبية بباكورته الروائية جنون خيالات عام 2014 بخطوات ثابتة، يبحث عن أفق أوسع للتعبير عن أفكاره بحرية مطلقة، إلا أنه واسع الخيال أكثر من غيره. لا يكل ولا يمل من الكتابة، لديه الكثير والكثير من الأفكار الكتابية الخيالية لا يمكن أن تخطر على بال أحد. الروائي محمد الثويني استطاع أن يصنع عالما آخر في خياله من خلال روايته الثانية معوذات عام 2015 ليحصد النجاح، ولم يتوقف عنده عالم الخيال، بل واصل في إكمال مسيرته الأدبية من خلال روايته الثالثة نجلاء التي حققت نجاح باهر أثنى عليها كل من قرأها. رجعنا نتواصل معاكم من بعد هذا التقرير الجميل لأخونا محمد الثويني. يعطيك العافية أخوي محمد. الله يعافيك. مشكور على العنوة، مشكور على الجية، زميل القلم وزميل الدار وزميل الكتابة. يعطيك العافية أبو سند أستاذ هاشم أسد، تشرفنا فيك وبشوفك، وبالعكس يعني أنا يعني أشكركم على الاستضافة هذه. صراحة إن شاء الله يعني بإذن الله راح تكون حلقة ممتعة يعني للجمهور، وإن شاء الله راح أستمتع معك بعد بوجودك. بإذن الله. القلم كلنا نقدر نكتب، بس مو كل واحد يقدر يطلق على نفسه لقب كاتب. القلم هو اللي نادي صاحبه، وهي موهبة رب العباد حباها لناس معينين، الشطار منهم يصقلون هذه الموهبة. متى كان نداء القلم اللي قال حق محمد الثويني أبي أصير كتاب؟ في الحقيقة أنا يعني أولاً يعني بداية يعني كتاباتي كانت أيام مرحلة المتوسط. حلو. فكنت دائماً يعني أكتب يعني نوعاً ما مثل القصص القصيرة، وكنت أوديها إلى أمين المكتبة. فأمين المكتبة يعني كان يعني نوعاً ما أعتقد إنه كان يقرأها، يعني كانت تقريباً يمكن القصص القصيرة عبارة عن 20 صفحة تقريباً. حلو. فكان يقرأها ويشجعني يعني إني أقرأ زيادة، وخلاني أنا يعني أنا الوحيد الطالب الوحيد بالمدرسة إني أستعير 5 كتب في اليوم. 5 كتب. فكنت في اليوم. أستمتع يعني بالقراءة دائماً، أستعير كتب وأقرأ وأقرأ وأقرأ. بعدها يعني أنا كان يعني أنا في الأساس كان حلمي إني أنشر كتاب. حلو. فبديت بأول كتاب لي في عام 2014. جنون خيالات. اللي هو رواية جنون خيالات. صحيح. كانت بداية صعبة يعني بالنسبة لي، ولكن حاولت قد ما أقدر إني أوصل للمرحلة اللي أنا أبيها يعني. حلو. كانت هني نقطة الانطلاقة وصولاً إلى طاولتي جنب طاولتك، معوذات جنب ترانيم. هذا الكتاب الجميل اللي قريته للأمانة، ويمكن تكلمت عنه أيضا حتى في سناب شات، يعني سناب شات والإنستغرام، وأثرت إعجابي. لما نقول أثرت إعجابي، أنا واحد من القراء الحين هدك من شخصية الكاتب، أثرت إعجابي وأثرت حفيظة هذا القارئ النهم مع كثير من الكتاب، وصولا لكتاب نجلاء اللي هو طبعا من البست سيلرز أو من أفضل المبيعات في المملكة العربية السعودية عندنا في مكتبة ودار. طيب. آفاق. القلم شلون ينمو مع الكاتب؟
الحقيقة يعني الكاتب يحاول يعني قد ما يقدر أن يعني يعبر عن اللي بداخله. حلو. بعض الأحيان يعني أنا أؤمن بشيء مهم اللي هو الكتابة هي عبارة عن انعكاس للي بداخل الكاتب نفسه. فدائما الواحد يعني أو الكاتب يحاول أن يعني يعكس اللي داخله، يعكس اللي بداخله، يعبر عن مشاعره، يقول للناس شنو اللي بداخله. حلو. وبخلال هذه الطريقة يرسم بالكلمات مشاعره، يرسم بالكلمات يعني المحتوى اللي موجود بعقله وبقلبه. حلو. وانت وديتني حق خانة معينة بسوي كذي أنا على المحاور، أبدش شوي بخانة الكتاب. يعني لو أعطيك دلالات أو رموز وبيك تعبر لي ككاتب شنو تعني هذه الرموز للكاتب محمد الثويني؟ نبلش؟ نبلش. أقول رقم واحد العاطفة. العاطفة أنا في الحقيقة يعني أنا إنسان يعني بدايتي في الكتابة وأول رواية لي اللي هي جنون خيالات كانت يعني أساسها العاطفة. حلو. فبالنسبة لي العاطفة هو يعني أنت أحرجت لي. زين. بالعاطفة هي الأساس الرواية. حلو. فأنا ميولي في الكتابة هو عاطفي وخيال علمي. صحيح. تكتب كتابات عاطفية وتكتب كتابات تنم عن خيال علمي أو مثل ما يقولون يعني عقل يعني طاف المدارك اللي الناس الطبيعية ما شاء الله عليك اللي تبي تشوفه وهذا، فقاعد تقدم هذه الوجبة الثقافية الجميلة. تكلمنا عن العاطفة، الألم محمد الثويني، أنا أقول الألم رحم للإبداع. أنت إيش تقول على الألم؟ الألم في بعض الأحيان أنا أشوفه يعني مش نوع من أنواع العاطفة. حلو. والألم عبارة يعني عن تعبيراتك الداخلية اللي أنت تشوفها بنفسك. أنت مرات يعني دائما الإنسان يعني يشعر بالألم، سواء ألم جسدي أو ألم يعني داخلي. فالألم الداخلي هذا هو اللي أنا أنثره في كتاباتي. حلو. فأحاول قد ما أقدر أني أخفف عنكم الألم لكن أعبر عن اللي داخلي، لكن يطلع من القلب يوصل للقلب. صح. هذا لمست الأمانة في معوذات. وصولاً إلى شغلة ثانية، جنون القلم. أبيك تكلمني عن جنون القلم. كل كاتب عنده فلسفة مجنونة، ولا تقول لي لا، خاصة فيه يا محمد يتعلق فيها. فجنون القلم، القلم لما يعبر هذا ما يوقف. في الحقيقة يعني بداية الشخص لما يعني يبلش في الكتابة يحاول قد ما يقدر انه يعني يعبر عن مشاعره، هذا اولا. ثانيا الجنون القلم هو هذا يعني نوعا ما يعني كانه وصف ثاني للابداع في الكتابه. الإبداع. فانا احاول يعني لما اكتب يعني بالنسبه لي انا يعني احاول اني اعيش عالم خيالي ثاني، لان دائما الكاتب يفضل انه يكون يعني خياله واسع، يفضل انه يكون عنده يعني خلفية ثقافية كبيرة وعنده يعني حصيلة لغوية كبيرة، فيحاول قد ما يقدر أنه من خلال الكتابة هذه يوصل إلى مرحلة الجنون. جميل جدا لما تشوف ضيف يعبر عن مكنوناتك. حصل نقاش بيني وبينك بالتحديد في نوفمبر عام 2016 في أرض المعارض بمعرض الكتاب. نبي نرجع نعيد النقاش الثقافي هذا لكن حق الملأ، احنا ما عندنا شيء نخاف منه. صح. يمكن انا دائما يعني وله العافيه اخوي يوسف النكاس لما يحط لي الاعداد انا استمتع زين، ويعني ولا يهونون باقي الشباب، لكن يوسف خاصه في الخانه الكتابيه فاهمني. فانا اسميه دلعني، فيعطيني الحق اني اسال الاسئله هذه اللي تكون مستفزه نوعا ما. الكتابه العاميه معاها ولا ضدها؟ بالنسبه لي انا ضدها بشكل كبير طبعا. هذا اللي انا بسمعه. ليش؟ لأن أحس في ظلم يعني للقراء وفي ظلم الكاتب نفسه. حلو. لأن يعني القراء أنا حين لما أتي أبي أقرأ كتاب أبي أستفيد من الأشياء اللي أستفيدها اللغة، الثروة اللغوية هذا شيء أستفيده من خلال القراءة، هذا أولا. ثانيا يعني الكتاب العامية يعني تخلي الكتاب ضعيف حيل، ويعني يعني تنزل من قيمته. الكتاب يعني شيء ثمين. احنا نرتقي بالقراءة وما ننزل الى حس الشارع. أيوة. يعني مع هذه الشغلة انت اكيد اقدر اقول يعني واصرح ما نشيت يقول هاشم اسد ان محمد الثويني صديقه وزميله في القلم نخبوي. اكيد ان شاء الله. جميلة الشغلة دائما نخبويين دائما. لا جميلة الشغلة النخبوية، ويفترض ان احنا نرتقي بالكتابة. نرجع نعول الى جنون الخيالات.
كلنا مرينا بالبروسس المتعب هذا، ناشر مستقل، موزع مستقل، وعراقيل وعقبات، ودشيت في خانة اللي والله هل نشر الكتاب يكون صعب إلى هذه الدرجة؟ سولف لي عن التجربة الأولى اللي صقلت من شخصية محمد الثويني وخلت عنده معوذات ونجلة. في الحقيقة أنا أول ما بديت يعني أنشر روايتي اللي هي أول رواية جنون خيالات، كنت نوعا ما متخوف من أولا سرقة الكتاب، لأن كنت أحس أنه إنجاز عظيم بالنسبة لي كأول كتاب يعني، فكنت أولا متخوف من سرقة الكتاب، ثانيا يعني كنت ما أعرف طريقة يعني شلون أتعامل مع دور النشر، وهل ممكن يستغلوني أو من هذا يعني من هذا القبيل. فحاولت إني أنا أطبع الكتاب بنفسي وأنا أوزعه، وأخذت هذه الخطوة، رحت وسألت يعني بعض الأصدقاء عن طريقة الطباعة، عن تصميم الغلف، وصممت غلاف، وبديت بطباعة الكتاب في أحد المطابع في الكويت، وقمت بنفسي أنا بنشر وتوزيع هذا الكتاب، مع أنه كان في صعوبة كبيرة في توزيع الكتاب، ولكن يعني الحمد لله قدرت أني أوزع الكتاب، والحمد لله خلصت النسخة، خلصت الطبعة الأولى. وصولاً إلى السؤال اللي يقول دام خلصت الطبعة الأولى ولاقى نجاح، هذا دليل على نجاح. إحنا عارفين بالكويت الطبعات الأولى دائماً تكون 1075 أو 1050، مسوي الهومورك عدل أنا صح؟ فلما نقول 1050 نسخة ولا 1075 نسخة اخلصت من جنون الخيالات، وين الطبعة الثانية محمد الثويني؟ في الفترة اللي كنت يعني أوزع فيها هذا الكتاب اللي هو رواية جنون الخيالات، كنت بنفس الوقت قاعد أشتغل على الكتاب الثاني اللي هو كتابي المفضل معوذات، معوذات اللي هو نصوص نذرية. فحسيت أني ما بي يعني أظلم يعني معوذات معاي، قلت أبي أعطي معوذات يعني فرصته، ومن ثم إذا أمكن أرجع أسوي طبعة ثانية، لأن بالنهاية أنا ما كنت يعني مع دار نشر، لو كنت مع دار نشر كان ممكن نسوي طبعة ثانية وخلاص من خلال عقد أو ما إلى ذلك، ولكن للأسف يعني أنا كنت أنا طابعة، كان في صعوبة، فكان راح يستغرق مني وقت كبير إني أعيد طباعته بنفسي يعني. صحيح. راح نتكلم عن الأمور المتعلقة بالطبعات، وهل الكاتب يعني إظهاره يصير قوي لينتمى إلى دار نشر معينة، مكتبة كبيرة أو غيرها، لكن بعد هذا الفاصل خلكم معنا. ورجعنا نتواصل معاكم مرة ثانية، وأخونا الكاتب محمد الثويني. مساء، ذكرت الطبعة الأولى عراقيل، أمور معنية بالتوزيع بالنشر وغيره، رجعنا تزاملنا أنا معاك في دار ومكتبة آفاق وغاليهم العافية. فكان في سؤال قبل الفاصل اللي هو هل الكاتب إذا انضم إلى دار نشر كبيرة أو مكتبة كبيرة ممكن هذا يقوي من ظهره ويوسع من انتشاره؟ هو أحد الطرق أني يعني لما أشارك في الدار، الدار يعني راح تساعد الكاتب يعني تخفف عليه حمل التوزيع. حلو. وحمل نشر الكتاب، ولكن بالنهاية محتوى الكتاب هو اللي يساعد يعني الكاتب على نشر كتابه أكثر من دور النشر. حلو. جتني صورة ذاك اليوم من فيرجن المملكة العربية السعودية، شفت كتابه من كتب دار ومكتبة آفاق، متصدرين كتاب أخوي محمد الثويني وكتابي، صعقت واستانست. فالشعور هذا لما يوصلك من خارج دولة الكويت شنو يطور من شخصيتك من ناحية الإيجابية؟ أنا كبرت، أنا ارتقيت، لكن أبيك أنت تسولف لي عنها. في الحقيقة يعني هي البداية تبدأ يعني لما تشوف يعني مثل هذه الكتب يعني، أو خاصة كتابك يعني بدأ إنه يعني يأخذ حيز في المجتمع وفي الدول الشقيقة، يعني تحس يعني نوعا ما من يعني الإنجاز. حلو. يعني الإنسان يعني دائما أسأل يعني أصدقائي يقول أنت شنو أنجزت في حياتك؟ أنا عندي كتاب ينحط على مكتبة. فدائما أقول أنت شنو أنجزت في حياتك، مو يعني نوعا من الشماتة، لا بالعكس، أنا أبيهم يحسون أن الحياة تحتاج من أني يعني أنجز وأبدع في هذه. صحيح. الحياة، فلازم يعطي تعطي نفسك مجال أنك تسوي شيء في هذه الحياة يعني. حياة فيها كثير، ودائما نقول إحنا على لسان محمود درويش، قف على ناصية الحلم وقاتل، لم يكن لديك حلم تقاتل لأجله فلما الحياة على قولتك. وصولا لعام 2015 الكتاب اللذيذ اللي أنا أحبه، لذيذ فكريا ولغويا، معوذات.
نقلة وطفرة. تركت خلنا نقول الأدب الروائي، اتجهت إلى كتابة النصوص وغيره، وأنا من عشاق هذا الأدب، النثريات، الشعر العربي المصفوف، الجزع، التورية المخفات في هذه الأمور، الشذرات الجميلة. كلمني عن معوذات وتجربة معوذات. الحقيقة بداية كتاب معوذات كان في عام 2015. حلو. ومعوذات يعني الحمد لله يعني لقى يعني صيت كبير في السعودية وكذلك في الكويت وكذلك دول الخليج. معوذات كانت بداية جديدة في الكتابة، وليس لأن معوذات عبارة عن نصوص نثرية، فلذلك يعني من خلال الكتاب اللي هو معوذات حاولت إني يعني ألقى يعني شيء جديد للقارئ، شيء يجذب القارئ ويمتع القارئ، ولكن كذلك حاولت إني شنو إني أعبر عن اللي بداخلي. حلو. أعبر عن الأشياء اللي أشوفها في المجتمع، فأحاول يعني أخلي الناس يعيشون الشيء اللي صار معي أنا بالذات. حلو. فبديت يعني إني يعني أخلي شيء يعني شيء مميز نادر في الكتاب، فبدأت فكرة اللي هي أستعيذ بالله. فكانت فكرة الكتاب إن بنهاية كل نص يستعيذ بالله من موقف معين، ففي أحد يعني النصوص يعني يقول، هو عنوانه اختصار الله، فيقول: لست بعيدة فأينما تكوني أكون، ومن كثر الحديث أستعيذ بالله. يعني فكرة الكتاب كانت نهاية كل نص أنه يستعيذ بالله، فلذلك يعني سميت الكتاب يعني كان عنوانه معوذات. صحيح. نفي كل ما سبق يدل عن ذاتية كبيرة عند الكاتب، وكلنا نكذب لما نقول الكتاب لا يموت للذاتية بصلة. إلى متى نكذب ونقول أن هذه المشاعر ولا غيرها ليست مشاعرنا؟ وليش نكذب ونقول هذه مشاعر؟ وله عرف صار عند الكتاب الكتاب لا يموت لشخصية الكاتب بصلة. هو دائما الكتاب يعني مهما كان الكاتب يعني عنده ثقافة كبيرة، مهما كان عنده يعني جزء قطعة من الإنسان، مهما كان يعني عنده ثقافة كبيرة، مهما كان عنده يعني خيال واسع، لازم شيء من داخله تلقاه موجود في الكتاب. لازم. صحيح. لازم الكاتب يعني لأن كل إنسان فينا في هذا العالم في شيء يميزه. صحيح. وكذلك المشاعر عند كل إنسان هذه ميزة خاصة فيه، فلازم تحط أنت لمستك الخاصة في الكتاب، فلمستك الخاصة في كل كاتب هي مشاعره وفي الموجود اللي بداخله، فهذه كانت لمستي يعني في الكتاب. هذه كانت اللمسة الرائعة والجميلة. خلنا نرجع نربط الموضوع كله ببعض ونقول منو اللي يشجع دائما الأخوة الكاتب محمد الثويني؟ والله شخص أنت حاطه أمام عينك وتقول يا الله إيش كثر يشجعني هذا الإنسان. في الحقيقة يعني أنا بدايتي بأول كتاب لي وثاني كتاب لي عندي أنا أخوي الكبير اللي هو فرحان الفويني أبو مريم، يحفظه ويطول بعمره، حاب أقدم له تحية يعني من بعد الله سبحانه وتعالى، ومن بعد يعني دعمه المعنوي دائما والمادي هو اللي وصلني لهذا المرحلة ما شاء الله. فهو دائما يعني إحنا لاحظين يعني نلاحظ في المجتمع في بعض الأحيان يكون يعني نوع من السلبيات، يعني من صدق كنت بسوي كتاب وما إلى ذلك، يعني ما يشجعون، ولكن لما تلقى شخص يعني عزيز عليك وقريب لك تلقاه يقولك لا بالعكس استمر، بالعكس حتى ولو كانت يعني في بعض الأحيان تكون في مرحلة الفشل، ولكن يحفزك ويساعدك ويدعمك معنويا، فهذا الشيء يعني بحد ذاته يعني شيء عظيم. فأنا حاب أوجه تحية لأبو مريم، يعطيك العافية أبو مريم. يعطيك العافية أبو مريم، ولك العافية على هذا الدعم يعني المستدام اللي يستمده منك أخونا محمد الثويني. وصولاً لكتابك الثالث واللي بإذن الله راح يكون عبارة عن سلسلة من الكتب، وصولاً إلى جزء ثالث، الكتاب الثالث راح يوصل ويتجزأ إلى جزء ثالث نجلاء هذه الرواية الخيالية. لاقت صدى أكبر من معوذات، ولاقت صدى أكبر من جنون الخيالات، وانتشرت بطريقة خيالية. الشيء هذا شلون أثر على شخصية محمد الثويني؟ رأي النقاد، رأي الناس، الانتشار الواسع. هو في البداية نجلاء هي ثالث كتاب لي، ولكن ثاني رواية لي. ثاني رواية، ثالث كتاب، وراح يتخلل ثلاث إصدارات إن شاء الله بإذن الله. طبعاً من خلال يعني الخبرة اللي استفدتها من السنوات اللي فاتت
والكتب اللي نشرت وآراء النقاد ويعني الناس بشكل عام في الكتاب. بدأت بكتابة رواية نجلاء. رواية نجلاء كانت الميزة اللي فيها أن رواية خيالية ولكن مربوطة في الواقع. يعني شلون؟ يعني الكتاب يتكلم عن مجتمعنا، يتكلم عن طالبة في جامعة الكويت فقدت أبوها وتحاول أن تعرف شنو أسباب وفاة أبوها، ولكن مع ذلك الكتاب يحتوي جزء خيالي. هذا الجزء الخيالي هو اللي يعني يخرج القارئ من الواقع إلى الخيال، وكذلك يضيف بعض التشويق. كانت في بعض الانتقادات للكتاب أن في جزء خيالي وما إلى ذلك، ولكن أنا بالعكس يعني أحب أن يكون الكتاب يعني فيه جزء من الخيال عشان القارئ يستمتع في القراءة. ما أبي تكون الرواية يعني نوعا ما مبتذلة أو يعني متعودين عليها، يعني قصة اجتماعية وما إلى ذلك. حبيت أن يكون في شيء مميز. حلو. قلنا مساء مقولة لمحمود درويش: قف على ناصية الحلم وقاتل. الحين نعول بكتابة يعني جميلة رائعة للكلمة البندقية غسان كنفاني يوم قال: لك شيء في هذا العالم فقم. فالكلمات هذه المعبرة خلتنا نتأثر بشخصية غسان كنفاني اللي اغتيل من الموساد الإسرائيلي، بشخصية محمود درويش الشاعر العربي الوحيد اللي يكتب بمدرسة شعرية غير موزونة لكن سماعياً شعره موزون. بمنو تأثر محمد الثويني من خلال يعني من واقع الأسامي والزخم الكبير هذا اللي عندنا بالعالم العربي؟ في الحقيقة يعني في أسماء كثيرة، من ضمنهم يعني بداية كان يعني نزار قباني، هو كان يعني شاعر المرأة، الإنسان اللي يحنون النسوة، تأثرت فيه جدا. زين. وبداية في كذلك يعني أكثر إنسان يعني حسيت أنه قاعد يلامس أفكاري وخيالي هو الدكتور مصطفى محمود. الله. فيعني في عبارة الدكتور مصطفى محمود يقول فيها: ميزة الإنسان هو ما يضيفه إلى هذه الحياة من بين ميلاده وموته. فكانت يعني هذه العبارة يعني نوعا ما بداية التغيير في حياتي. فأنا إذا كنت إنسان فأنا بأشوف يعني بالنسبة لي أنا كإنسان أنا شنو راح أضيف إلى هذه الحياة، شنو البصمة اللي راح أتركها في هذه الحياة. فكانت هذه بدايتي، ومع يعني كذلك مع الروائيين يعني الآخرين يعني وكذلك الدكاترة يعني مثل الدكتور غازي القصيبي، كذلك يعني في شخصيات كثيرة يعني الأمانة تأثرت أنت تأثر صريح ومباشر بكبار الكتاب عندنا في الوطن العربي. السؤال اللي ما أحب أسأله لأي كاتب ولا أحب أسأله، لكن هو شر لابد منه. أنا عرفت السؤال. خلنا نسوي نفسنا ما ندري. من أين يستلهم محمد الثويني الكتابة؟ هل هناك مثلاً رافد معين أنت تحب تشرب منه؟ هو نوعاً ما أولاً غير تورية، أعرف سؤال في الكتاب ترى. هو نوعاً ما مبدئياً الكاتب خلال يعني حياته يكتسب الخبرة الاجتماعية والثقافية، وكذلك من خلال القراءة يوصل إلى عوالم أخرى من خلال القراءة. فككاتب أولاً الشخص أو الكاتب لما يجي يكتب أو يحاول أن يستلهم بعض الكتابات يبدأ في ذاته. صحيح. يحاول أن يعبر أو يعني يعكس اللي بذاته للواقع، هذا أولاً. ثانياً يقوم بربط القراءة والثقافة والعلاقات الاجتماعية وصعوبات الحياة التي واجهت في كتابة يعني هذا الكتاب. فهذا نوعا ما من الإلهام المبدئي يعني اللي وصلت له أنا. حلو. يمكن بحلقتنا اليوم التحفيزية عرفنا أبعاد الشخصية الجميلة اللي كونت شخصية الكاتب محمد الثويني. قبل أن ختم أنا دائما أقول أكيد في كلمة قلبك يشاغبك عليها يا ضيفي يلي قاعد على كرسي الإبداع من بين 33 شخصية مبدعة مختلفة متميزة متفردة ننقيهم كل سنة من هذا المجتمع والكيان الوطني الرائع. شو اللي حاب تقوله حق كل من يشوفك؟ خلي طلعون وحش صغير الإبداع. شو تقول لهم بجاسم؟ طبعا أنا أول شيء أشكركم على الاستضافة، صراحة تشرفت بوجودي معك يا حبيبي أخوي أنت أستاذ هاشم أسد، ويعطيكم العافية كل الشباب الموجودين وبالأخص أستاذ يوسف النكاس حبيب القلب اللي مدلعنا اللي مدلعنا حبيب القلب. في الحقيقة أنا أولا يعني وآخرا دائما يعني أنا أنصح الشباب في القراءة،
لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني بدأ في القراءة عندما نزل عليه سيدنا جبريل وقال اقرأ فقال ما أنا بقارئ. صحيح. فهذه يعني كانت بداية الحياة كانت في القراءة هذا أولا. ثانيا يعني أنا بصراحة يعني أنا أتمنى من الشباب أن يعني يحافظون على هذا يعني هذه القيمة اللي هي القراءة، لأن القراءة يعني عبارة عن كنز، عبارة عن كنز كبير أنت تحاول من خلال هذا القراءة تحاول أن يعني تعيش حياتك. ثانيا أنا أتمنى أن يعني تحاول يعني كل شخص يحاول أن يبدع في الحياة، يعني يعطي مجال لنفسه أن ينجز بهذه الحياة، لأن الحياة من غير إنجاز هي لا حياة. لا حياة لك شيء في هذا العالم فقم. يعطيك ألف عافية، مشكور على العنوة ومشكور على الجاي أخوي محمد. يعطيك عافية جواك الله، وبعد ما نشوفك من الكتاب المتصدرين بإذن الله على مو بس القطر العربي، على القطر العالمي بإذن الله. إن شاء الله بإذن الله، ويعطيكم العافية على كل شيء. حبيب يا أبو جاسم، هذا كان لقاءنا التحفيزي مع أخونا محمد الثويني. شو اللي ناطرينه أنت؟ وخل كل شخص يلاحق إبداعه ويقتنص الحلم وحققه. روح نسوي أبديت لذواتنا ونرجع نقول لكم في أمان الله. اهلا وسهلا فيكم وحياكم الله معانا في فقره جديده من فقرات ابديت ذاتك. وموضوع اليوم يرتبط في قضيه العلاقات. موضوع العلاقات موضوع كبير جدا، يتكون من مبادئ، قوانين العلاقات، طرق متابعه العلاقات، ولكن الموضوع اليوم بتكلم فيه هو قناعات خاطئه عند معظم الناس في قضيه العلاقات. هو ليس رأي شخصي مني، ولكن هو بحث أعدته الدكتورة إيبارا هرمانيا من جامعة هارفارد، وتوصلت فيه لنتائج معينة. وكانت المقالة بعنوان 5 misconception about networking، خمس قناعات خاطئة لدى الناس عن العلاقات. القناعة الأولى اللي أكثر الناس يعتقدونها أن قضية العلاقات هي قضية مضيعة للوقت، يعني تعتبر. والسبب الرئيسي اللي توصلت له الدكتورة أن الناس تعتقد أن العلاقات هي مسألة مضيعة للوقت، أن الناس اللي تتعذر بهذا العذر هم لا يملكون المهارات والطرق لإدارة العلاقات بالطريقة الصحيحة، ولكن يكون في نفس نوع من الجهل في قضية العلاقات، فتكون المسألة عايمة عندهم فيعتبرونها أن هي مضيعة للوقت. القناعة الثانية الخاطئة هي قضية أن العلاقات مسألة فطرية وليست قضية مكتسبة. وأثبتت أن لو الموضوع فطري في قضية العلاقات كانت الناس ما انشرت علم العلاقات والنتوركينج وبناء العلاقات، ولم يكتب فيه الأبحاث أصلاً. وأثبتت أن قضية العلاقات هي قضية ما لها علاقة في الفطري والمكتسب، ما يدش فيها قضية الوراثية، بل أنها هي مهارة رئيسية قابلة للاكتساب. القناعة الثالثة الخاطئة عند أكثر البشر أن مسألة العلاقات هي قضية تعتبر تحقيق مصالح، يدش فيها الجانب الطمع والجشع. وأثبتت العكس، لأن قضية الاستثمار العلاقة بحد ذاته هو مطلب لأي إنسان يبحث عن تحقيق الأهداف. قضية الأنانية لازم نبتعد عنها، ويكون تكون النية الرئيسية أن التعاون بين الناس، التعاون بين البشر، التعاون مع علاقاتنا لتحقيق أهدافنا. ممكن أنا أقدر أساعدك، أنت تقدر تساعدني، إذا أنا ما أقدر أساعدك بشيء ممكن أنت تقدر تساعدني فيه، ما في مشكلة، ولكن لا ندش بنية المصلحة وأن الأنانية. لا بأس من تحقيق المصالح في العلاقات، بالعكس، وهذا يدخل فيه نوع من أنواع العطاء. القضية الرابعة في قضايا القناعات الخاطئة عند البشر هي مسألة أن الناس تعتقد أن العلاقات قضية ما تحتاج تخطيط، ولكن تتم بشكل عفوي هو الشيء الرئيسي. المصيبة أن
القضية هذه تمت دون التخطيط لها، أكثر البشر راح يميلون أنهم يتعرفون على الأشخاص اللي يشابهونهم في الانطباعات، في القناعات، في الاهتمامات، فما يكون في مكسب حقيقي من ناحية التطوير أو الاختلاف. هنقول النقطة الخامسة في القناعات الخاطئة عند أكثر البشر، أن أكثر الناس تعتقد أن الناس العلاقات العميقة هي المصدر الرئيسي، يعني اللي وراء فائدة، أما العلاقات الأخرى العامة هو يعني شيء ما له فائدة. وهذه قضية وايد يطيحون منها أو فخ يقع فيه كثير من الناس، يعتقدون أن العلاقات العامة منها فائدة. بالعكس، أكثر العلاقات العامة هي سبب رئيسي لتكوين الأفكار الجديدة، لتعطينا إلهام، تعطينا خبرات، تعطينا تطوير نفسنا، تعلم من الآخرين وتجاربهم، بل ممكن أن تفتح لنا فرص جديدة وآفاق جديدة في حياتنا المهنية أو على الصعيد الخاص، العمل الحر أو الحياة الوظيفية. هذه كانت 5 قناعات خاطئة عند أكثر الناس. نلتقي فيكم في لقاء آخر من فقرة أبديت ذاتك. كذي وصلنا معكم لختام حلقتنا لهذا اليوم، في أمان الله، تابعونا في باقي حلقات بروفايل شباب.